هيك وسحبتها وهون كانت الكارثة. طلعت ايدي التلاجة بايدي. هايز جايز، اليوم صار معي شيء من ورا هذا الشيء اللي صار خطر لي فكرة اني اصور هذا الفيديو، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فهو الناس اللي بتعرفني بتعرف قديش ايدي ملحين، انه كل اشي بضقر بيخرب هيك. الطبيعة شغلة شغلها مضبوط معي. فإذا بتعرف شو اللي صار ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبلش الفيديو. بشكل عام العالم اللي عايش هون او انه بتعرف كيف نظام الاجارات هون، بيعرفوا انه في شيء نوعين من الاجارات، شيء اسمه كولد رنت والتوتال رنت. الكولد رنت هو اجار البيت بلا خدمات، يعني بلا كهرباء بلا مي بلا الهيتنج سيستم، والتوتال رنت هو مع كل شيء. فاول ما نستاجر البيت في شيء اسمه الديبوزيت بندفعه، هو الكولد رنت ضرب 3. فهذا الديبوزيت قبل ما نطلع من البيت بيجي الهوفمان. والله كيف هاي الكلمة اللي سفقتها بالألماني، بس آخر شي بطلع لغزيتها غلط. بيجي الهوفمان بيشوف البيت، بيشوف إذا مخربين شي بالبيت بقيم مني هذا الديبوزيت. فأنا بحالتي دفعت 861 يورو أوكي، بس الأشياء اللي صرت مخربيتها بالبيت أنا متأكدة إنه رح يدفعوني زيادة. فأنا اليوم حابة أخذكم معاي بجولة لأفرجيكم الأشياء اللي صرت مخربيتها. أهبل، فمش عارفة من وين نبلش. نبلش من المطبخ ولا نبلش زي كأنه هلأ فايتيني من البيت؟ لأنه يعني كل قرنة دقرتها خربت فيي شيء. صح، يلا نبلش. المطبخ ما بعرف كيف بدي اوصف لكم اياها، بس هي اول مجزره عملتها كانت بالمطبخ وتحديدا بالبراد. فتعالوا افرجيكم. اول شيء رح نبلش فيه هو هذا الكائن البسيط اللي عايش مع حاله، اللي انا شخصيا ما تركته بحاله. اول يوم اجيت فيه لهون قلت هات استكشف البراد اشوف شو بيتالف البراد. فلقيت هذا الكائن الغريب هون. احنا عنا بالعادة التلاجة بتكون فوق البراد وبتفتح عادي زي البراد هيك، يعني بكون إلى ايد. قلت اوف شو هذا الكائن الغريب، اول مرة بشوفه. فعملت هيك وسحبتها وهون كانت الكارثة، انه طلعت ايدي التلاجة بايدي. فوقتها كان الهوفمان عندي هون بالبيت عم يشوف الاضرار اللي عملها الشخص قبلي. فعم بقول له اوف ليش هاي ايد الثلاجة طلعت مكسورة؟ قال لي شكله هذا الشخص اللي قبلي كسرها، هو لو بيعرف انه انا اللي كسرتها. بس هي انه دغري وقتها ركب لي وحدة تانية، بس انا حبيت احتفظ بالجريمة. صح، في هون ازاز هلأ بحكي لكم ليه. حبيت احتفظ بالجريمة وتركت ايد الثلاجة هون ذكرى. ما بعرف ليه تركتها ذكرى، بس عشان دايما اتذكر انه اول جريمة عملتها هي اني كسرت ايد الثلاجة. مبدئيا هاي الازازة هي ازازة البراد هون. فانا امبارح كنت عاملة شوربة عدس، بس العدسات ما قبلوا يدوبوا. صح، فحط الطنجرة اضطريت اني اقيم هاي الازازة عشان احط الطنجرة. بس هيك يعني. تاني اشي ايدي دقرته وتحول لكارثة هو التخت. هذا فرجيكم شو صار بالحيطان اللي حد التخت تحديدا. يعني اول شيء اذا بتنتبهوا انه التخت بيتحرك لحاله، يعني بتدش، يعني بايد واحدة بتحرك بالقدام بتحرك. فالشيء اللي صار انه كنت حابة اصور هون فيديو على الحيط، فمسكت التخت هيك وجريته، وهون كانت المصيبة الثانية اللي هي قرمتها. لا
يعني هو هيك الفيديو عم بحكي بس رمت اجرة للستاند. اوكي اللي صار اني خرمت الحيط وهون كمان، بس ما حدا يخاف او يقلق، انا عم بخبيهم بالتخت فالامور ماشي تمام. بحس انه اول حدا رح يحكي لي بعد ما يحضر هذا الفيديو هو ابوي عشان يقول لي يخرب بيتك، راح علينا الاثنين. يلا نكفي هلا. مبدئيا ثالث مجزره صارت هون. هلا غض البصر انه في هون كيس زباله، بس هو اليوم لازم اطلع الزباله، واذا ما شفتن ما بطلعهن، فانتوا اعملوا حالكم انه ما شفتوهن زي ما انا عم بعمل من الصبح. فالمهم نرجع للمجزرة الثالثة اللي هي صارت هون تحديدا. هون ها مبدئيا بيكون في هون له زي اشي هون بيكون محطوط عشان تعرفوا انتوا على اي رقم حاطينه. هذا الاشي اللي ما بعرف شو اسمه طلع بايدي، وانا اللي كمان محتفظه فيه بعدني. فهو هذا الاشي ما بعرف قديه مبين، بس هو هاد بيكون محطوط هون عشان يقولنا قديش احنا حطينا على اي رقم. ف بس ما تخافوا، انا لقيت الحل دغري. اول يوم بس اجيت رحت على التعاونية وجبت للزي، لاني انا عارفة اني رح اعمل كوارث، بس هذا ما عارفة ألزقه للأمانة لأنه عم يلزق ويقوم. فأكيد رح أحضر يوتيوب عنه أشوف إذا في ناس مثل حالاتي كمان بتكسر الأشياء اللي بتدورها، وأعرف شو بدي أعمل فيه، بس أكيد لازم نلاقي له حل. يعني إنه المهم المجزرة اللي بعدها، يلا نكفي. المجزرة اللي بعدها صارت هون تحديدا بمسكة الباب، وصارت لايف. ما بعرف اذا رح احط لكم مقطع من فيديو من الفيديوهات اللي منزليتها صارت بهذاك الفيديو، بس ما بعرف قديش نسبة العالم اللي انتبهوا لهم. بتعرفوا اول شغلة خطرت على بالي بس شفتها للمسكة، بتعرف اغنية اونو اونو، وبعملوا هيك زوم على الوجه عشان يشوفوا الرياكشن. انا اول شغله خطرت على بالي هي اي الاغنيه، ابعت المسكه فتحته للباب وسكرت. شفتوها شفته قدامك وانا بس فتحت الباب وسكرته، ابعت المسكه. شو اعمل بايدي؟ والله ابعت المسكه عن جد مش مزح. حياتي صعبة والله، بس حابة أطمن العالم كله وأهلي تحديدا إنه الباب بعد بيفتح الحمد لله. أوكي المجزرة اللي بعدها، المجزرة اللي بعدها صارت بالحمام. هلأ أنا ما بعدني ولا مرة فرجيتكم الحمام، وما بعرف ليش أصلا لازم أفرجيكم الحمام إنه حمام يعني، بس هو المجزرة اللي بعدها صارت على الأرض تحديدا، فتعالوا افرجيكم كيف اللي صار تحديدا. انه انا اول ما اجيت كنت كتير انسان حابب ينظف وهيك متحمس للتنظيف، فاجيت جبت كل شيء في ادوات تنظيف ارض للحمام جبتها عشان استعملها، واجي وافرق وافرق وافرق، فركت بالحمام ضلتني يوم كامل بدون مبالغه قاعده عم بفرق بالحمام بارض الحمام قد ما كانت وسخة. يعني الشخص اللي كان وراي كان مجزر بأرض الحمام، فأنا جيت وهيك وأليف يلا ويلا ويلا ويلا. فالشي اللي صار معي مبارح إنه أنا مبارح لاكتشفت هذا الشي اللي عملته أنا. مبدئيا بعتذر على الخلفية المدهشة، بس إنه هون صارت فيه أكتر من مجزرة وحابة أوثقهن. أول شي نبلش بالأرض. إذا بتنتبهوا على الأرض إنه ما فيها شيء، يعني الأرض نظيفة يعني
انه انا شو عملت بالارض يعني. هات افرجيك انا شو عملت. الارض بس ما تكون عليها مي بتبين عادي يعني ما فيها شيء، بس نحط مي هون بتتبين الحقيقة. بس يصير في على الارض مي ببين قديش انه الارض مجروح يعني، في خطوط هيك 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 هيك. فمبدئيا جروحت الارض كلياتها. ممتاز. ليكو اسا مسحت الارض بس ببين اسا يعني بدل تنشف تنشف ببطل يبين، وهذا احسن شيء يعني بالموضوع. تاني مجزرة عملتها بالحمام هي هون. بهذا الاشي اللي ما بعرف هو لهوش لشو تحديدا يعني، بس صار في عنا مجزرة هون. ليكو حتى بتشوفوا شو في بقلبه كمان، ما بعرف هاي كيف قرمتها والله. انا بالحمام وعلى بحلف ما بعرف كيف قرمتها، بس قرمتها. يلا اللي بعده اللي بعده. واحدة من الاشياء اللي اول ما اجيت عملتها فكرت حالي خربتها، بس طلعت انه الحمد لله مش اختراع طلع. فهو هون الشبابيك، بس بدكم تفتحوها تعملوا هيك بينفتح الشباك عادي. بس هون عند الالمان عندي حركة غريبة انه اذا بترفعوا الماسك لفوق بيفتح الشباك هيك. فانا اول ما اجيت انا ما عارفة افتح شباك يعني، حياتي انا مش فاتحة شباك ما عارفة. فعم بعمل هيك ولا ما شفت الشباك الا وقع من شطل. والله هيك قعدت اعمل هيك عشان اشوف الشباك وقع، ولا طلع انه هذا اشي عادي انه الشباك بيفتح من فوق. فالله ستر بوقتها. تعالوا اسا ننزل الكبري زبالي واقولكم الاشياء الغبية اللي عملتها. احم بديت البيت. الأصفر هو كرتون. أزرق. لا جبت العيد. واحدة من الأشياء اللي عملتها هلأ بكل طابق في هذا الضوء، فبنضويه عشان نشوف. لا يا شيخ. فهون بس يطف الضوء بتصير عتمة. فأنا مرة كنت طالعة من البيت وعد وطف الضوء، وأنا قعدت أحسمس عشان أشوف وين الضوء. فبالغلط رنيت على الشاب اللي حدي، بتعرفوا سرعة الضوء، هربت أسرع من سرعة الضوء. وهيك بتكون شفتوا فيديو خفيف ظريف لطيف عن الأشياء اللي صرت مخربيتها بالبيت بارت 1. اذا بدكم بارتات بعد قولوا لي، لانه انا كل يوم ممكن اخرب اشي. فاذا انبسطتوا، ما بعرف ليش لازم تنبسطوا لاني عم بخرب الاشياء، بس انه المهم ما تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبشوفكم الفيديو الجاي. باي.